السلام عليكم، معكم المهندس أحمد ماضي من صفحة أركتاك ستوديو. اليوم عندنا شرح مهم وبسيط لإضافة مميزة. اسم هذا الإضافة هي بوش لاين. هدف الإضافة هذه أنه تعمل سطح من خط. الإضافة هذه شبيهة لأداة بوش أند بول موجودة على سكتش أب. زي ما احنا بنعرف أنه أداة بوش أند بول هدف منه أنه تعمل بوش لسطح زي ما هو واضح عندنا، ولكن إذا أنا ما بدي أعمل بوش لسطح، هو موجود عندي خط فقط، فإحنا الهدف تاعنا واللي هيفيدنا هي الأداة اللي هنشرحها اليوم هي إضافة بوش لاين. زي ما هو واضح في إضافة بوش لاين هي فقط بتعمل سطح من خط. زي ما هو واضح أن ممكن تكون بالاتجاه، زي ما هو واضح باتجاه الخط الأزرق، الاتجاه زي ما بنحكي عن اتجاه الزد، ممكن تكون باتجاه الإكس، ممكن تكون باتجاه الواي أو إكس أو واي أو إكس حسب هو مفهوم موجود. في اتجاه تاني بيكون بالاتجاه الزهري. فإحنا اليوم هنقوم بعملية شرح الأداة هذه. بعد ما نقوم بشرحها هنشرح بعد هيك آلية التثبيت والتحميل. في البداية زي ما احنا واضحين في عنا عدة تطبيقات لهذه الأداة وهذه الإضافة. ممكن أنا تكون إذا كان عندي الشكل بس عبارة عن خط، ممكن مباشرة زي ما هو واضح عنا في عنا أكثر من اتجاه، حتى في اتجاه الزهري موجود ممكن أعمل ذلك. ممكن أنا أحدد، والأفضل إن دايما نحن نحدد بعدين نستخدم الأداة أو نستخدم الأداة مباشرة. هي عدة تطبيقات. في البداية إذا أنا بدي زي ما إحنا كنا دايما نسوي في أداة بوش أند بول إنه نضغط شيفت عشان نصل المنطقة أي بدنا إياها، فهنا نلاحظ إنه اختفى عنا، فبنضغط مرة أخرى كمان على شيفت مرتين عشان يزبط الإشي معنا. هاي أول تطبيق. التطبيق الثاني إذا كان عندي أنا مربع، إذا جيت من دون ما حد السلكت هتنجي إيش رفع معنا، نجي فقط عمك سطح لخط واحد. فالأفضل دائما إحنا نحدد الأسطح اللي بدنا نعملها رفع وبنرفعها لوحدها. ممكن أنا أكتفي بخطين فقط. هذا هو الشرح الأول. بالنسبة للشرح الثاني، إذا كان في عندي خط عشوائي عملناه بالأداة هذه بفري هاند، ممكن الخط العشوائي كمان أنا أرفعه في أي اتجاه بدي إياه. هاي أنا عملت، ممكن أنا أرفعها، ولكن الأفضل دايما لازم نحدد ونعمل رفع بكون أفضل. شايف أنا حتى تلخبطت واستخدام أداة بوش أند بول، أداة تاعتنا في أي اتجاه بدنا إياه ممكن نسوي. حتى في حال إنه كان الخط مائل زي هو واضح عنا، يعني إحنا هذا الإشي بيدينا حيوية كثير في عملية الرفع. فحال إنه كان عندنا الشكل بالشكل هذا ممكن حيفيدنا الإشي هذا في عمل رام. يعني أنا عندي رام من المنطقة هذا للمنطقة هذه، ممكن بس أعمل رفع لعملية الخط. طب إذا كان عندنا شكل عشوائي بالطريقة هذه، إذا كان عندنا الشكل هذا العشوائي بس أنا بحدده، ننتقل الأداة بتاعتنا البوشفايل ونعمل رفع من أي اتجاه أنا بدي إياه باتجاه الأخضر، باتجاه الأزرق، بأي اتجاه أنا بدي إياه بصير عندي. ننتقل الآن لعملية التثبيت. رابط الإضافة تلقوه في وصف الفيديو. نقوم بعملية تنزيل الإضافة بعد هيك في النسخ الحديثة من سكتش أب، قائمة ويندو، Extension Manager، Install، بنحدد الإضافة مكان ما احنا نزلناها، Open. الإضافة هتنزل معنا بسرعة بالشكل هذا. إذا ما ظهرت الإضافة من View نلاقيها هذه المنطقة. أما في النسخ القديمة من سكتش أب
ممكن مثال بسيط سكتش اب 2015، نذهب الى ويندو اكستنشن انستول، نحدد الاضافة المحكمة ما نزلناها اوبن، نحط يس اوكي اوكي. اضافة ما ظهرت عندنا من عند فيو، بنحددها هي جوز. هذا هو شرح اضافة البوش باي وكيفية تثبيتها على برنامج على نسخة حديثة من سكتش اب والنسخة القديمة. ما تنسى تعمل اشتراك للقناة واعجاب لصفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.